شايف يطلب على الطاقة. لو ما تعتمناش الصوت لو سمعت ارفع الكاميرا. دخول شقيقة المتهم عبد الرحمن. شقيقة المتهم عبد الرحمن. لكن الأول بعدها
وبعد كده احنا وضعناها مصحة للعلاج من الجبال. وبعد كده هو طلع طلعناه علشان خاطر الامكانيات الماديه. لا سمحت. في حاجه تانية يا استاذ؟ تعالي هل لديك ارقام اخرى كامله؟ اتفضل حضرتك. طب يا اسماء بكلم الوقت. التاسع ده خلاص عبد الله مش موجود مش كده؟ اه عبد الله مش موجود. ياسر مصطفى. ياسر علي. ايوه فندم. ياسر الله يسعدك.